وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر متان، وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من سلسلة غريب القرآن. والألفاظ التي سنأخذها اليوم هي: أولا ثلة، ثانيا ثمود، ثالثا ثمر أو ثمر. على بركة الله نبدأ في تدبر ألفاظ القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. اللفظ الأول ثلة، هذا اللفظ ورد في سورة الواقعة عندما ذكر الله عز وجل المقربين وذكر أصحاب اليمين، فقال في المقربين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثلة، الثلة تطلق في لغة العربي ويراد بها الجماعة، الجماعة من الناس. وفي كتاب الله عز وجل جعلها الله عز وجل مقابل القليل، فهنا عندنا ثلة وعندنا قليل، فقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهنا ثلة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة تقابل القليل. وكما سبق في المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما معنى هذا؟ هنا للمفسرين أكثر من قول في هذا، وقد رجح العماد ابن كثير رحمه الله أن المراد بالأولين والآخرين في هذه الأمة، في هذه الأمة. ففي قول الله عز وجل: السابقون السابقون، إلى أن قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون الذين هم أعلى مرتبة من أصحاب اليمين، هؤلاء في صدر هذه الأمة هم جماعة، هم كثر. أما في آخر هذه الأمة فهم قلة، هذا ما رجحه الحافظ ابن كثير. وأما أصحاب اليمين فهم كثر في أول هذه الأمة وفي آخر هذه الأمة، فالمقربون الذين هم أعلى مرتبة من أصحاب اليمين هؤلاء أكثرهم في الأولين في القرون الأولى من هذه الأمة. وهذا تدل عليه أدلة كثيرة جدا، منها الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر الخلف، فقال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم بعض هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم. فالمقصود أن المقربين الذين هم أعلى مرتبة هم أكثر في أول هذه الأمة، في صدر هذه الأمة. وكذلك كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن
على أن الأفضلية والخيرية في هذه الأمة في صدر هذه الأمة أكثر من آخرها، وفي كل خير في صدر هذه الأمة وفي آخرها هناك أصحاب اليمين، إلا أن المقربين الذين هم أعلى مرتبة هم أكثر في صدر هذه الأمة. باختصار ثلة جماعة، الثلة الجماعة من الناس، هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني ثمود، هذا اللفظ ورد غير مرة في كتاب الله عز وجل. كذبت ثمود المرسلين، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، هذا اللفظ جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل. ثمود، هذا اللفظ مشتق من الثمد أو الثمد. ما الثمد أو الثمد في لغة العرب؟ هو الماء القليل الذي لا مادة له. مرة أخرى، الثمد أو الثمد، الماء القليل الذي لا مادة له، ليس هناك مادة تمده وتزيده من الماء، بل هو قليل وقد انقطع عن مادته. ويتصور هذا، نضرب مثالا ببحيرة. بحيرة كانت تأتيها الأمطار ثم انقطعت هذه الأمطار عنها، وليس هناك ما يمدها من نهر وغيره، والماء في هذه البحيرة قليل. هذا في لغة العربي يقال له ماذا؟ ثمد أو ثمد. ومن هذا اللفظ اشتق ثمود. ثمود، من ثمود؟ هم قبيلة من العرب الأول. ثمود قبيلة من العرب الأول، نسبوا إلى أبيهم ثمود. من ثمود؟ هو ثمود ابن جائر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وبعضهم يقول ثمود ابن كاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح. فثمود القبيلة أبوهم، ثمود القبيلة يرجعون إلى أبيهم ثمود الذي ذكرنا نسبه. فهذه هي قبيلة ثمود المذكورة في كتاب الله عز وجل. وكان مسكنهم في الحجر في وادي القرى، وهي قرية بين الحجاز والشام، بين المدينة وتبوك، وموضعها معلوم الآن، موضعها معلوم الآن، ومساكنهم لا تزال قائمة إلى الآن، مساكنهم لا تزال قائمة إلى الآن، وهذا من حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل من حكمته أن القرى المهلكة المعذبة جعل منها قائمة وجعل منها حصيدة. فمن القائمة قرى أو قرية ثمود التي في الحجر. فهذه قبيلة ثمود، هذا نسبها وهذا موضع سكناها، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه أهلكهم وعذبهم عذابا عظيما، وقد أهلكهم بماذا؟ بالصيحة، أهلكهم بالصيحة، كما في قول الله عز وجل في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فالله عز وجل أهلكهم بصيحة، أهلكهم بصيحة. وظاهر كتاب الله عز وجل أنهم أهلكوا جميعا ولم يبق منهم أحد، كما في قول الله عز وجل في سورة النجم: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فظاهر كتاب الله عز وجل أنهم أهلكوا جميعا ولم يبق منهم أحد. يقال في كتب الأنساب وغيرها، يقال إن ثقيفا، القبيلة المشهورة التي سكنت الطائف، يقال إن هذه القبيلة هي من بقايا ثمود، هي من بقايا ثمود. هذا قاله بعض أهل الأنساب وقاله غيرهم من أهل العلم، وهذا يحتمل. فقد يقال في هذا أن ثمود القبيلة
كانت تسكن، نعم كانت تسكن في الحجر، كانت تسكن في وادي القرى، وقد ذكروا أن بعضهم كان ينزل الطائف، كان ينزل الطائف وسكنها. فقد يكون المراد في كتاب الله عز وجل وثمود فما أبقى، أي أنه الثمود الذين كانوا في الحجر، الذين أهلكوا وما بقي منهم أحد الذين كانوا في الحجر، أما ولا يدخل فيهم من كانوا في الطائف من قبيلة ثمود. هذا من ناحية اللغة، من ناحية أن الألفاظ تتحمل مثل هذه المعاني. نعم يسوغ هذا، ولكن ظاهر كتاب الله عز وجل أنه لم يبق منهم أحد، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. ومن جميل ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على الحجر، قد مر على ديار ثمود، قد مر على ديار ثمود وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم تقنع بردائه، أي أنه غطى رأسه وأكثر وجهه، وأنه عليه، وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أسرع. وتأمل في هذا يا عبد الله، تأمل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العرب وإلى العجم، ماذا فعل عندما مر؟ هذا هو الطريق الذي يسلكه الناس، والظاهر ولعله لا يوجد طريق آخر غير هذا الطريق، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أسرع وتقنع وأمر من معه ألا يدخلوا مساكنهم إلا أن يكونوا باكين. محمد صلى الله عليه وسلم تقنع وأسرع ولم يبق، فهذا موضع عذاب وموضع سخط. فالله عز وجل قد ذكر غير مرة في كتابه أنه أهلكهم هلاكا عظيما، عذبهم عذابا عظيما. فلا ينبغي لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يذهب إلى تلك الديار وأن كما يقولون أن يذهب إليها على سبيل التنزه وعلى سبيل الترويح عن النفس، لا ينبغي هذا، فهذا موضع عذاب وموضع سخط. فيجتنب المرء المسلم هذا المكان ولا يدخله بقدر المستطاع، وإذا دخله يدخله على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله، ماذا؟ أن يدخله باكيا وأن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسرع وأن ماذا؟ أن يتقنع. هذا ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بديار ثمود التي أبقاها الله عز وجل لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا معنى لفظة ثمود. ثمود قبيلة من قبائل العرب الأول الذين أهلكهم الله عز وجل، وثمود مشتق من الثمد أو الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له. هذا هو اللفظ الثاني. اللفظ الثالث الذي معنا ثمر أو ثمر. هذا اللفظ ورد في سورة الكهف في قول الله عز وجل: وكان له ثمر، إلى آخر الآية. ثم في آخر القصة ذكر الله عز وجل قال: وأحيط بثمره. ثمر وثمر، ننتبه هنا، أرجو أن ننتبه جيدا لهذه اللفظة. قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب بفتح الثاء وفتح الميم بفتحتين، فقالوا ماذا؟ وكان له ثمر. وكذلك في آخر القصة
وأحيط بثمره وأحيط بثمره. أما الباقون فقرأوا بضم الثاء وضم الميم، بضم الثاء وضم الميم، فقرأوا وكان له ثمر، وكان له ثمر. إلا أن أبا عمرو قرأ بضم الثاء ولكن بإسكان الميم، فقال وكان له ثمر. فمن هنا عندنا ثلاثة، عندنا ثلاث قراءات: ثمر، ثمر، وثمر. نسلك مسلك الاختصار وهو ما سلكه صاحب الأصل أبو حيان وتبعه على هذا الناظم الحافظ العراقي، ننتبه هنا. قالوا ماذا؟ قالوا ثمر جمع ثمرة، والثمرة هو الثمرة هي ما ينتجه الشجر، ما يخرجه الشجر من الثمار المأكولة، هذا هو هذه الثمرة. أما الثمر بضمتين فهو ماذا؟ ما الثمر؟ الثمر المال، الثمر المال. مرة أخرى، ثمر بفتحتين جمع ثمرة وهي ما تنتجه الشجرة. أما ثمر بضمتين فالثمر المال. زيادة في الإيضاح، يقال في لغة العربي عندنا ثمرة، هذه الثمرة تجمع على ماذا؟ تجمع على ثمر، تجمع على ثمر. ثم جمع الجمع، جمع الثمر ماذا؟ ثمار. ثم جمع الثمار ماذا؟ ثمر بضمتين، ثمر. ثم جمع ثمر ماذا؟ أثمار، جمع ثمر أثمار. فهنا ثمر جمع ثمرة، وقد سبق الثمرة ما تنتجه الشجرة، ما تخرجه الشجرة من الثمار المأكولة، وهو معروفة الثمرة من تمر وعنب إلى آخره. أما الثمر، ننتبه هنا، الثمر قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وغيرهم، فقرأوا قالوا ماذا؟ قالوا ثمر، الثمر هو المال، المال، الأصناف الكثيرة من المال. وأما معنى قراءة أبي عمرو ثمر بضم الثاء وإسكان الميم فهي أيضا كما يذكر الجوهري وغيره، يقولون ثمر، وكذلك أيضا ذكر هذا ابن جرير، قالوا الثمر هو أيضا المال، الثمر بضم الثاء وإسكان الميم هو أيضا ماذا؟ المال. ولكن يقال في هذا أيضا ثمر بضمتين بضم الثاء وبضم الميم، قلنا ثمر بمعنى المال، وأيضا ثمر تحتمل أن تكون جمعا لجمع الجمع، فقد سبق أن ثمر جمعها ماذا؟ جمعها ثمر، وجمع ثمر ثمار، وجمع ثمار ثمر. فثمر تحتمل أن تكون بمعنى المال، وتحتمل أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تكون جمعا لجمع الجمع، أن تكون جمعا لثمار. يحتمل ثمر أن تكون بمعنى المال أو أن تكون بمعنى جمع ثمار. أرجو أن يكون هذا واضحا، وأرجو أن ننتبه لهذا اللفظ. ومن باب الاختصار مرة أخرى نعيد ونقول ثمر بفتحتين جمع ثمرة، والثمرة نتاج الشجرة. ثمر إما
أنها بمعنى المال أو بمعنى ماذا؟ أو أنها جمع ثمار، أو أنها جمع ثمار. وثمر بضم الثاء وإسكان الميم هي ماذا؟ هي أيضا بمعنى المال. أرجو أن يكون هذا واضحا. فسبحان الله العظيم، في لغة العربي كما في هذا المثال عندنا جمع، وعندنا جمع الجمع، وعندنا جمع لجمع الجمع، وعندنا جمع لجمع جمع الجمع. سبحان الله العظيم. رحم الله أبا عبد الله محمد بن إدريس إذ يقول: لا يحيط باللغة إلا نبي. مشاهدين الكرام، هذه الألفاظ التي أخذناها اليوم، نذهب الآن إلى المختصر. وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. الألفاظ التي أخذناها اليوم: ثلة، ثمود، ثمر أو ثمر. ثلة جماعة، الجماعة من الناس. ثمود هذا اللفظ مشتق من الثمد أو الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له. وثمود قبيلة من العرب الأول نسبوا إلى أبيهم ثمود. ثمر أو ثمر، ثمر بفتح الثاء والميم جمع ثمرة، والثمرة هي ما ينتجه الشجر، ما يخرجه الشجر من الثمار المأكولة. أما بضم الثاء والميم ثمر، فالثمر المال، ويحتمل أن يكون معنى ثمر جمع ثمار، وثمار جمع ثمر، وثمر جمع ثمرة. أما ثمر وهي قراءة أبي عمرو فهي أيضا بمعنى المال الكثير. مشاهدين الكرام، في الختام أستودعكم الله وأشكركم على المتابعة، وبإذن الله تعالى ألقاكم في حلقة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وثلة هم جماعة ثمود القبيلة من ثمد الماء وفيه قلة، وثمر بضمتين المال وفتحتين اسم لجمع قالوا، وحيدة من ذا الأخير ثمرة.